اليقين ديالنا التام والمطلق هو انه المؤازر بريء براءة مطلقة باعتبار جميع المعطيات اللي هي مضمنة لا بالمحضر ديال الضابطة القضائية في سميتو ولا باعتبار مجموعة ديال الشهادات اللي راه نتوما كتشوفوا دابا الأجواء ديال المحيطة بالمحكمة. الجميع يؤكد بأنه سمعة الأستاذ هي سمعة مشهود بنظافتها وأنه لا علاقة له بهذه التهم اللي كتنسب ليه. هذا هو اللي تقول لنا أستاذي التاريخ اللي توضعت فيه الشكاية وتاريخ التوقيت ديال الأستاذ. هادشي كلشي يمكن نقول لكم هي تناقضات. راه يمكن نقول لكم اليوم طرح هذا السؤال ديال الشكايه وكانت كان جواب المؤازر جوابا محددا ودقيقا واللي كيأكد بان هناك ايادي اللي كتلعب في هذه القضيه بحيث ان هذه المشتكيه تقدمت بشكايه ديالها. الشكايه اللي تقدمت بها غير مسجله وغير مرقمه في السجل الشكايات ديال الكليه لان ما يمكنش ان اي اداره الا وعندها واحد السجل اللي كتشد فيه تسجل فيه المراسلات اللي كتوصل بها. ما يمكنش انه غادي تجينا شكايه غير مرقمه تعطاها تاريخ. واكثر من هذا الشيء التفاعل مع هذه الشكايه كان بواحد الشكل يمكن نقول لك بسرعه ضوئيه توضعت الشكايه يمكن في 23 او 24 وتم اتخاذ قرار بتوقيف المؤقت للاستاذ وهذا غادي يجي نقاش فيه لانه هذا براسو موضوع ملاحظات عديده بحيث انه ملي كنرجعوا لهذاك القرار ديال التوقيف المؤقت او الاعفاء المؤقت يشهد على نفسه بانه جهه غير مختصه. وكيفاش انت جهه غير مختصه وتصدر قرار؟ واش سمعتي لهذا الطرف قبل ما تاخذ هذا القرار؟ خديتي القرار هكذاك وانت جهه غير مختصه وانك تجاوزتي جميع المؤسسات وجميع الهياكل اللي كما تيقولوا متعارف عليها انها هي اللي كتدخل في هذا الباب. فبالتالي هنا يتاكد ان هناك ايادي هي التي تحرك هذا الملف وسنقف على هذا الشيء بكل تفصيل في المتابعه استاذ الفاضل وتاريخ الجلسه. المتابعة بطبيعة الحال كانت في إطار القانون الجنائي على الرغم من أن بعض الجهات كانت تتوخى وتنتظر أنه يكون في إطار القانون ديال التحرش علما أن هذا الكلام ما يمكنش بتاتا يقبل به رجل قانون في أدنى مستويات هذا باعتبار أن المبدأ الدستوري هو عدم رجعية القوانين. القانون ديال التحرش لم يدخل حيز التنفيذ إلا بتاريخ 9/12 بينما هاد الوقائع حسب ما تزعم المشتكيه انها كانت سابقه على هذا التاريخ في سميتو. واكثر من هذا هي عاريه من اي اثبات باستثناء شهاده ديال واحد جوج الناس اللي اكد الجميع عدم مصداقيه الشهاده ديالهم. وكيف ما قلت لكم المؤكد اننا سنقف على هذا الشيء كله في اثناء المحاكمه وكنتمناو ان هاد الشهود تم الحمايه ديالهم لان بطبيعه الحال المس بشهاده الشهود راه يمس بالمحاكمه العادله.